القانون الثالث اسمه قانون الملكية، اللي قال عنه في سفر التكوين كمان، ممكن يعني ويكونان جسدا واحدا، ويكونان جسدا واحدا. احنا قلنا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. كلمة جسدا واحدا طبعا مقصود بيها في جزء كبير الجزء الجسدي في العلاقة، ان هما الاتنين بيكونوا واحد من ناحية الملكية. ولو بصينا لكلمة الجسد الواحد، هي فيها ترسيخ أو قوة للثقة بيني وبين الآخر، أن بعطيه نفسي، بعطيه نفسي، والتصاق بالآخر وحميمية في العلاقة. دي بتنعكس على كل جوانب الحياة، كل جوانب الحياة بتتأثر بالموضوع دوت. فكرة الملكية، إن الجواز هو اتحاد كامل بتصبح فيه كل الحاجات المملوكة واللي أنا كنت بديرها في حياتي بشكل شخصي واعتبرها حاجة خاصة جدا بالنسبة لي، إنها أصبحت تحت قيادة مشتركة أو تحت ملكية مع آخر. فما بقاش في حاجة تخصني لوحدي، كلمة إن أنا هذا ملكي أو دي حاجة بتاعتي، حاجة بتاعتي دي، ده يناسب العزوبية. لكن ما بعد الجواز أصبح فيه ملكية مشتركة لكل الأمور، كل حاجة أنا كنت بتحكم فيها لوحدي، كل حاجة كنت بقودها لوحدي، كل شيء كنت بتصرف أو حاجة كنت بعملها لوحدي في حياتي لازم تكون ديت مشتركة مع الآخر. فلازم كل شيء يخضع بإرادتي الكاملة للآخر اللي مشترك معايا في الحياة. علشان كده كلمة جسد واحد بتتخطى فكرة الممارسة الجسدية أو العلاقة الجسدية، ولكن دمج كل شيء مرتبط بالشخصين إن هو يصبح كتلة واحدة أو شيء واحد إحنا الاتنين بنتحكم فيه. وأي شخص بيخش فكرة الجواز أو بيقول أو سر الزيجة ويكسر قانون الملكية المشتركة في أي شيء، بيعتدي على حقوق الآخر. يعني أنا النهاردة بنقول إن ربنا بيقول إن أنت جسدك هتعطيه للآخر، وبالتالي كل شيء أنت تملكه أنت بتديه للآخر. فأنا لو جيت النهاردة وقلت الجزء ده يخصني وحدي، يبقى معناه إن أنا بكسر هذا القانون اللي هو قانون، وبأخطئ في حق الآخر اللي هو أصبح جزء مني. يمكن لما نتكلم شوية نفسر حبة، ولو في أسئلة ممكن نزل. حاجات كتير يعني، ممكن نخلص النقطة على بعضيها ونفتح مجال لو حد عايز يتناقش فيها. قانون الملكية، إن الاتنين يصيروا جسد واحد، وديت الخطة اللي حطها ربنا يسوع المسيح للجواز. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول آية، احنا قلنا العلاقة الزوجية مفتاح لترسيخ الثقة والحميمية، وقلنا الزواج اتحاد كامل تصبح كل الأشياء مملوكة، والتي كان يتم إدارتها بشكل فردي تصبح مملوكة ومدارة بشكل مشترك بيني وبين الآخر. معلمنا بولس الرسول بيقول آية جميلة جدا، قالها في كورنثوس الأولى 7، واحنا بنقرأ الكتاب المقدس يمكن عدينا عليها. قال ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح 7، الآيات دي اللي هي 3 و4. يبقى بيقول إن الجزء اللي كان مخصص ليك أو ملكيتك، زي ما بنقول إحنا دلوقتي، أنت تعطيها للآخر، ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة. والمرأة نفس الشيء من ناحية الموضوع دوت. لو إحنا ما حافظناش على إن كل شيء يكون مشترك، ده بيؤدي لانقسام ومشاكل لازم تظهر، انقسام جوه البيت ومشاكل لازم تظهر في وقت من الأوقات. هقول 3 حكايات، ويمكن كل حكاية تحكي عن جزئية معينة ممكن تكون مختلفة عن التانية. واحد واحدة متجوزين بقالهم سنين طويلة، مع الجواز هي ما بتملش قوي انها تقرب من جوزها كتير، بالعكس هي ساعات كتير تمنع نفسها انها تقرب منه قصدا قصدا،
وفي أحيان كتير يبقى في شكل مساومات للعلاقة دي، تمنع نفسها عنه، وقد يكون في مساومات علشان العلاقة دي إنها ترجع تاني. ده شكل العلاقة اللي هي كانت بتفرضه. ده طبعا ضد الكلام أو المبادئ اللي احنا كنا بنتكلم عنها، وده أصبح إن هي عايزين نقول إيه، شيء شايفة إنها تملك وحدها، تعطيه وقت ما هي تبقى عايزة وتمنعه وقت ما هي تبقى عايزة. احنا طبعا كل شخص ليه حقوق، وكل شخص لازم يحترم ولا ينتهك في حاجة زي كده، ولكن الفكرة نفسها. وده خلت الزوج في وقت من الأوقات يقول إن أنا كرهت الموضوع دوت نتيجة الطريقة اللي هي بتعملها أو الطريقة اللي هي بتصرف فيها، وحتى هذه الطريقة هي فرضتها، طبعا فرضتها على واقع الحياة. ولكن ده أدى في الآخر إن الأمور تتفاقم جدا في شكل العلاقة دي، ومتقدرش العلاقة إنها تستمر. عشان كده زي ما قلنا اتكلم وعلمنا بولس الرسول في الحكاية دي. عشان كده لما نيجي نتكلم في قصة زي كده، إن شخص ياخد شيء ويقرر ملكيته عليه ويتحكم فيه بالصورة دي، إن دوت بيوصل إن الثقة ما بين الاتنين تتهز كتير جدا، أو مش عايز اقول تهدم، لكن الثقة بيتكسر فيها حاجات كتير جدا نتيجة ان في شخص بيتحكم في شيء وشايف ان هو يمنعه او يعطيه، فبالتالي ما بقاش عندي ثقة في اللي قدامي ان هو بيلبي احتياجاتي وان هو بيستجيب لي في احيان كتير من حاجات انا بكون محتاجها او حاجات انا بكون عايزها، لكن بيبقى فيها نوع كبير من الانانية وعدم الشعور بالاخر. دي مشكلة ممكن انها تكون موجودة. القصة التانية هو اتنين ارتبطوا ببعض وحياتهم فيها كل شيء لطيف، عايشين حياة كويسة جدا. الشخص الزوج متحكم شوية وحاسس ان هو يعني ربنا استأمنه على الأسرة، فهو بالتالي هو ربنا قال ان هو رأس الأسرة، هو اللي يتخذ قرارات الأسرة، هو اللي ياخد كل حاجة، هو شايف ان هو بيفكر صح وبيتصرف صح، فبالتالي هو اللي بياخد كل حاجة. غير كده علاقتهم هما الاثنين كويسة جدا، لكن بيجوا في وقت من الأوقات هو بيتخذ قرارات دايما منفردة في أحيان كتيرة. في وقت من الأوقات الزوجة ديت جالها ورث، فهو خد الورث ده لان هو المسؤول عن اداره المال في البيت، فخد الفلوس ديت وحطها عنده في الفلوس، او هو فلوس اوريدي معاه. وبعد كده بعد شويه قرر ان هو يصرف الفلوس ديت، مراته قالت له كويس ان احنا جالنا فلوس، احنا عايزين نوضب شويه حاجات في البيت، عايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا. اوكي، هو قام واخد الفلوس ديت، جزء منها قام حطه في عربيه جديده، وجزء منه مش عارف عمل بيهم مشروع استثماري علشان يأمن المستقبل. اوكي، فهي طبعا كان في انهارت نتيجة كده. فلوس هي حاسة انها فلوس مين؟ فلوسها. وهو عمل فيها ايه؟ خدها صرفها بالطريقة اللي هو ايه؟ شايفها. ما قعدوا يتكلموا مع بعض وحد كان بيساعدهم في التفكير، فقال انا مش قادر افهمها الصح، انا شايف ان انا عملته ده اللي هو ايه؟ ده الصح، فانا اتصرفت صح. احنا محتاجين عربية فانا جبت العربية، محتاجين ان احنا نأمن المستقبل فعملت استثمار بجزء من الفلوس، لكن انا عارف ان هي زعلانة علشان هي كانت عايزة تعمل حاجات في البيت وانا ما اديتهاش فلوس عشان تعمل فيه. لما جت تطلب منه فلوس فقال لها الفلوس خلصت ما بين ده وبين ده، فبقاش في فلوس موجودة. دوت ايه برضو؟ هي فكرة استغلال السلطة في ان انا بتحكم في امر يخصنا احنا الاثنين. فكرة استغلال السلطة في شيء أنا شايف إن أنا المفروض أخد فيه قرار، فبتخذ فيه قرار منفرد، أنا اللي بتحكم في الفلوس، أنا اللي بتحكم في قرارات الأسرة، فأنا خد ده معناه أنانية. ده معناه أنانية إن أنا استخدمت السلطة يمكن ربنا ادهالي عشان أنا أكون بدير البيت دوت، بس ما بديرهوش بفكرة المتحكم، لكن المفروض اديره بفكره ان القناعه المشتركه واتخاذ قرار مشترك وان احنا نوصل للصالح مع بعض. مفيش طرف من الاطراف يتخذ القرار اللي انا شايف ان هو ده الصح وهو ده اللي هيتعمل، لان هو ده اللي هيجيب مشاكل بعد كده، مش هو ده اللي هيكون الحل. هي ما طلبت حاجه تخص البيت، البيت ده مملكه المراه يعني. فهي بالتالي كانت عايزه تشعر ب
ان هو بيقدر احتياجاتها او الحاجه اللي هو اللي هي شايفاها. فكره ان انا اتخاذ القرار ده مسؤوليتي، فبرضه فكره الملكيه على جزء اتخاذ القرار. المثل الثالث او القصه الثالثه، اتجوزوا وعايشين حياه كويسه عندهم عيال، هو ليه طريقه في فكر او عنده فكره في ناحيه تربيه العيال يتربوا ازاي، وهي عندها طريقة تانية وفكرة تانية في العيال دي تتربى ازاي. فهو بيتعامل مع العيال بطريقة وهي بتتعامل مع العيال بطريقة. هو ساعات يحتد على العيال ويبتدي يزعق لهم، يتخانق معاهم، مش عارف يعمل ايه. فتيجي هي تقول له ايه، لو سمحت عيالي ما تجيش ناحيتهم، اصل انا دي الحاجة ايه اللي بتضايقني. امهات كتير كده طبعا، فليجي في حته وتقول ايه، انا شايف امهات كتير ضحكوا، انا قاعد شايف من هنا. عيالي وما تجيش ناحيتهم، ايه كلمه عيالي؟ ما انا اخذت حق برضو، يعني فكرة الملكية، هما بقى النهاردة عيالي أنا، طب هو فين؟ مكبر دماغه. فهو فين؟ لا، كل شيء مشترك، الملكية المشتركة، مفيش حد له ملكية على حد. وخدوا بالكم ان ساعات ايه، اما نلاقي حد من العيال مثلا كويس ولا بتاع يعمل حاجة كويسة، فتلاقي يقول ايه، لا ده بيتصرف زي الواد ده طالع كويس. يجي بقى الحاس يعمل حاجة غلط. شوف ابنك ولا شوف شوف عيالك. وهو على طول ايه، بتلاقي فكرة الملكية، هو تعبير الملكية، خدوا بالكم، بيتنقل مننا احيانا، صح؟ احيانا بيتنقل في لحظة من ان هو ابني حبيبي وبيتصرف زيي، من ان هو بقى ايه، ابن الطرف الاخر اللي هو شوف المصيبة اللي هو عاملها، تعالى حل المشكلة ديت. فكرة الملكية اللي انا عمال اخدها، لا، ما هوش ليا او ليه، لكن هو اصبح شيء مشترك ما بيننا احنا الاثنين. ده انتهاك لخصوصيه او ملكيه او حق الاخر لنفس الملكيه على الولاد. احنا قلنا ثلاث قصص دول، قلنا فكره الجسد وفكره المال او التحكم او السيطره لاحد الطرفين، نتيجه هنا تحكمه في المال او ممكن يكون اي حاجه تاني. الحاجه الثالثه ان فكره الملكيه زي ما قلنا على الطفل او شيء او كده، بقول ده تبعي، ده تبعك، ده بتاعي، ده بتاعك، لا، هو لازم يكون لينا احنا الاثنين. ايه الاستثناءات من قانون الملكيه؟ مفيش اي استثناء من قانون الملكيه، كل شيء يخضع لملكيه الاثنين. اي شيء هيخش في ان هو يبقى يخصني، ده بدايه المشكله وبدايه الانقسام جوه البيت. اي شيء يخش في فكره الملكيه الخاصه، في انتهاك لرباط الزواج او الفكره اللي حطها ربنا. اذا كان المال الشخص ممكن يرفض ان هو يسلمه للاخر، ان كانت عيله، إن كانت أبناء، إذا كان ممتلكات، إذا كان وقت، إذا كان ترتيب للمستقبل أو الحياة اللي جاية، ده كله لازم إن إحنا ناخد بالنا منه. ما تفكرش أبداً إن الشريك ممكن يكون تافه أو ممكن يكون متذمر بشكل مستمر، لكن ممكن يكون كل دوت لما أنا أمسك شيء عنه أو أحجب شيء عنه أو أحجب ملكيته عن شيء يخصني، ده اللي هو ممكن يكون مشكلة كبيرة. ربنا يسوع المسيح لما جه للتلاميذ علشان يمشوا وراه، التلاميذ هيتبعوا المسيح في حياتهم، هيدوله حياتهم، خلاص؟ فربنا قال لهم علشان تيجوا وتبقوا معايا، عشان نشترك في الحياة سوا، علشان تكونوا تلاميذي، فقال لهم في لوقا 14، كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. كل واحد مش هيسيب كل اللي عنده أو يديني كل اللي عنده، يبقى الملكية دي تبقى مشتركة. سيب علشان ايه؟ ما يبقاش في حاجة تخصك لوحدك. هو قال لهم ليه سيبوا المال؟ يعني هل الفلوس وحشة؟ ما هم كانوا بيصرفوا وعايشين، المسيح والتلاميذ، فكانت ايه، طب ليه ما قال لهمش تعالوا هاتوا فلوسكو؟ لا، ما انا مش عايز عندك انت حاجة تكون ليها ملكية خاصة عندك تحجبها عني. انا عايز اقول لك سيب اللي انت بتعتمد عليه،
سيب مالك علشان تقدر ان انت تكون ليه ايه تلميذا. لما نيجي نخش في فكرة الجواز لازم ما يكونش عندي حاجة اتمسك بيها بشكل فردي، لازم يكون كل شيء خاضع للإدارة المشتركة. الشيء اللي انا بتمسك بيه لوحدي ده معناه انها شيء انا مديله اهمية او قدر من الأهمية اكبر من اي حاجة تانية ممكن انها تكون موجودة في حياتي. ممكن نقلب. السؤال اللي احنا نفكر فيه مع بعض في المبدأ دوت، هل انا فعلا سلمت كل شيء عندي للآخر؟ هل لي ملكية على كل شيء في حياتي، كل تفاصيل حياتي، كل أفكاري، كل مشاعري، كل ممتلكاتي، كل شيء عندي، هل أنا سلمته للآخر ولا أنا في شيء أنا بحجبه عن الآخر؟ لو أنا مش قادر أدي كل شيء للآخر فدوت بيخلي فيه ألم إن من التالي